فاطمة من دير الزور، قاعد بالباب ومخيم الشرقية، وعندي بنات مرضانات. عندي هاي تصيب حالة تشنج، تظل ساعة ساعتين مرات تفك عنها الحالة. وعندي الصغيرة زاد نفس العملية، بنات اثنينات المرضانات. أخذتن على عزاز وعالجتن بالباب، بس بدي أطلع من برا وما قدرتي والله. يعني بدك تساعدوني إني أطلع نعالجهم برا. يعني والله يعني تجينا الحالات أني ما أعرف وين أروح بين، مش شبيهن والله أبوهن وطلع من خطان، بس هاي قدرتنا، بس بدي المعالجة برا وإحنا ما قدرتنا معالجة برا، بس ردين المعالجة برا لأن منتجين الحالات يعني نشوفهم يتلوع عن قدامنا وما بحالة نشي إحنا. يعني هذا وضعنا وهاي قدرتنا، إحنا ما نريد شيء، بس نريد نطلع من برا نعالجي، بس ما نريد غيرها. وقاعدين المخيم وضعنا ضعيف، واللي قدرنا عليه سويناه، والباقي على رب العالمين. بس يعني بلشي أهلي نطلع برا نعالجين، بس أريد معالجة لهم برا، ما أريد شيء غير أعالج بناتي، ما أريد غير هاي. I don't know.